السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أسعدني مروركم على هذا الفيديو. كيف أموركم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بصحة وعافية. طبعا اليوم سيكون الفيديو بعنوان مواصفات شريكك المستقبلية. ستكون بحسب يعني الاختيارين الاثنين. القراءة ستكون إما بحسب الحرف الأول من اسمك أنت أو بحسب الحجر، يعني إما تختار سبحة البنفسجية أو تختار الحجر الأخضر. كل ما عليك بس إنك تضمر على هذا الموضوع، يعني إما تختار الحجر الأزرق أو السبحة البنفسجية، وسيتم يعني بحول الله قراءة المواصفات بالتدقيق، وإن شاء الله خير. أوكي، يلا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. معكم ياسمين من قناة تارو ياسمين أم مسك للروحانيات ولقراءة التارو. اللي يريد يحجز قراءة خاصة مدفوعة، كل التفاصيل في صندوق الوصف أو في أول التعليق. شكرا لكم. سنبدأ الآن بقراءة رقم واحد، قراءة الحجر الأزرق، وسنكشف مواصفات الشخص. طبعا ستكون القراءة بالكارت المغربي مع قراءة التارو وقراءة النصائح لك ولمصير العلاقة إذا بحول الله تقدم لك هذا الشخص. وخلينا نشوف الموضوع. أوكي، عندك شخص هنا رح يتقدم لك إن شاء الله في الأوقات القريبة. عندك شيء أتوقع اللي دخل لهذه القراءة، الشخص هذا دخل حياتك منذ 7 أوقات، موجود يعني لكل من دخل هذه القراءة الشخص موجود في حياتك من 7 أوقات، أو دخل لحياتك من شهر 7، أي هذا الشهر. أنا متأكدة مما أقول، يعني صراحة عنده وقت الشخص هذا موجود في حياتك. كأنه اللي دخلت لهذا السحب كأنها تبغى تعرف هل هذا هو نفس الشخص اللي راح يكون نصيبك أو لا. أيوة، في كلام بينكم، في كلام، في تواصل، في أشياء ما بينكم وبين هذا الرجل. كأنك دخلتي هنا عشان تتأكدي هل هو نفسه، هل مواصفات شريكي ونصيبي هو نفس الشخص اللي أنا تعرفت عليه. طبعا بنات، هذه قراءة عامة، يعني يقدر يكون هذا الشخص سيدخل لحياتك قريبا جدا، أو أنه موجود وقاعد يراقب فيك، لأنه هذه الكروت الحين الطاقة تعطيني أنه هذا الشخص موجود في حياتك، لكن يبغى له شوي وقت عشان يبين نفسه أو عشان تتوضح الأمور ما بينك وبينه. أوكي، في زواج بينك وبينه، العلاقة فيها ارتباط، فيها نصيب. الشخص اللي حاليا إذا ما هو موجود في حياتك حاليا، شخص سيدخل لحياتك إما في هذا الشهر أو بعد 7 أوقات، يعني 7 أيام، 7 أسابيع، 7 أشهر، الأغلب موجود في حياتكم بنسبة كبيرة لهذه القراءة موجود. يعني أوكي أوكي أوكي، في البعض منكم هذا الرجل قريب من أهل أبوك، أو موجود يعني من نفس العائلة، من نفس المكان، يعني شايفة في بينك وبين هذا الرجل صلة أو ربما قرابة، كأنه تربطكم العائلة، في روابط عائلية صراحة، في موجود. في للبعض منكم ربما هذا الرجل أصلا يعني ما بينكم تواصل، لكن تربطكم العلاقة الروحية، يعني هذا الشخص يفكر فيكي، تفكرين فيه، أو بينكم نصيب، كأنكم اجيتوا من عالم آخر وانكتبتم البعض، والحين انتم ان شاء الله مكتوبين لبعض. ستكونون توأم روح، يعني هذه القراءة تقول انكم ستكونون توأم روح، ما في ابدا 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 اختلافات ما بينك وبينه، بالعكس كارت الخير، كارت البركة، أرقام الخمسة موجودة بكثرة، يعني إنه هنا بالعكس هناك نصيب حلو وهناك استقرار والعائلات تعرف بعض. تمام؟ أوكي، الشخص هذا لم يسبق له الزواج، بس شيء واحد، ربما كانت عنده خطوبة ولم تتم صراحة، يعني كأنه كانت عنده خطوبة ولم يتم الموضوع، يعني
في شيء هنا كأنه خطب هذا الرجل واحدة من العائلة أو واحدة من برا العائلة ولم يحصل نصيب، فتم التفريق وتم الفراق ما بينهم، ليس تفريق يعني ليس بفعل فاعل، ولكن النصيب لم يكتب لهم الخير. هذا الرجل سيتقدم لك على طول بدون لف ودوران، وراح يحكي لك انه انا يعني ابغى الزواج، ابغى اتزوج. اتوقع لهذه القراءة هذا رجل تعرفيه حق المعرفة، اشوف انه في بينكم اذا مو تواصل كأنك تعرفينه، تعرفين عائلته، اذا ما تعرفيه شخصيا تعرفين عائلته، اتوقع من نفس الحي من نفس العائلة لكم صلة، لانه هنا الكارت تقول لي انه عندكم صلة ما بينك وما بين هذا الرجل من الاخير، يعني في روابط، في روابط عائلية. خلينا نشوف عمره. شوفي الأب والأم والعائلة كلها تعرف بعض، خلينا أوريك يعني العائلة كلها تعرف بعض، تمام. شوفي هذه أمه أبوه وهذه أنت، هذه أمه أبوه، هذه أنت وأمك وأبوك، وهذا أمه أبوه، يعني ستكون العلاقة علاقة روابط عائلية. يقدر يكون حتى البعض منكم زواجكم زواج تقليدي، ولكن يعني سيحصل بينكم حب بعدين، تمام. خلينا ناخذ الكروت الصفراء ونكشف. اوكي بدينا يعني بخصوص موضوع الشخص هذا، من هو ومن يكون؟ هو احد من افراد العائلة او احد من افراد الاهل، ليس مطلق ولم يسبق له الزواج، إما سبق له فقط الارتباط يعني بطريقة خطبة أو تعارف ولم يتم موضوعه، أو ربما كان على أبواب ارتباط ولكن بعد لم يتم الموضوع. شايفة أنه هذا الرجل يكبرك سنا بخمس أوقات، أتوقع خمس سنوات صراحة يعني، نعم بخمس أوقات، خمس سنوات ما أتوقع 15 سنة، أو يقدر يكون هذا رجل من مواليد شهر 5، تمام؟ أوكي والله شوفي يعني بالنسبة لهذا الشخص كأنه كان عايش برا، يعني من المؤشرات اللي عندي إنه كان عايش برا أو كان يدرس برا أو كان يشتغل برا أو له دبل ناسيوناليتي، يعني في كل الأحوال هذا الرجل موجود برا وإجا استقر فيبغى يرتبط ويبغى يتزوج. في بينكم حب، كروت هنا تعطيني إنه في بينكم حب أو سيحصل بينكم حب قريبا إن شاء الله. الزواج موجود، في احتمال كبير جدا بنسبة 40%، بنسبة 40% انه في زواج شهر 10 لكل من اختار هذه القراءة، اما شهر 10 2021 او شهر 10 2022، تمام. المهم تاريخ زواجك سيحدد بالشهر العاشر. شوفي بالنسبة لهذا الشخص أنا بالنسبة يعني الأمور المادية أشوفها ميسور الحال، دارس برا، كون نفسه بنفسه، إنسان عصامي، إنسان محبوب، هو الوحيد الذي لم يسبق يعني هو الوحيد الذي لم يتزوج إلى الآن. أتوقع هو أصغر واحد في العائلة، سيكون الأصغر واحد في العائلة يعني من الأولاد، تمام. نعم الكروت ما شاء الله تتطاير، اصبري شوي، هنا موجود قليل من الصبر، خلينا نشوف متى هذا القليل من الصبر. اوكي هنا حاولي انه لا تدخلي في هذه العلاقة بطريقة عميقة بالاول، ادرسي العلاقة وشوفي التوافق ما بينك وبينه، عندك نصيب ان شاء الله معاه،
وهنا استمع إلى حدسك واستمع إلى ما يقوله قلبك. هذا الزواج سيكون فرصة ذهبية بالنسبة لك وسيكون نصيب مرة مرة حلو. شايفة أنه الأوقات يعني قريبة جدا صراحة، يعني هنا كأنك هنا قررتي خلاص أنه أفكر في نفسي، أفكر في مستقبلي العاطفي، كأنه راح تعطي فرصة لهذا الشخص اللي راح يتقدم لك. نشوف برجه. نعم شوفي نفس الوقت الساعة الرملية، طاقة الساعة الرملية. أتوقع للكثير منكم هنا اللي دخلت هذه القراءة تقريبا يعني ثلاثينية، عشرينية بالأواخر، عشرينيات، أربعينية، يعني تأخر نصيبة، لأنه هنا تعطيني طاقة الصبر وطاقة التحمل. وشوفي طاقة الساعة الرملية، كرت الساعة الرملية، يعني إنك أنت انتظرتي يعني أو ربما تأخر موعد زواجك، يعني كبرتي في العمر شوية، ولكن هذا نصيب إن شاء الله فيه خير. ترى نفس الشيء كارت، يعني شوفي ثلاث كروت هنا بيعطوني إنك أنت صبرتي، وإن شاء الله بعد الصبر بيجي الفرج. شفتي هذه البوصلة، بيفتح البوصلة، يعني إنه هذا الشخص صبر وسيفتح أو ستفتح قسمة نصيبه إن شاء الله. هناك عندك فتح قسمة النصيب وإن شاء الله خير. أوكي، بعد الصبر بيجي الفرج. الحين أنت كأنك تبي تفكرين في نفسك، ما عدتي تبغين تفكرين في الناس. أتوقع أنت إنسانة عطيتي من طاقة يعني من طاقتك وصبرك ومجهوداتك، الحين خلاص كأنه تقولي أنا أبغى أعيش حياتي. نشوف الكارت هذه اللي ما تفتح. أوكي، إن شاء الله حلمك سيتحقق مع هذا الشخص. كارت تحقيق الأحلام. نشوف برج هذا الرجل. أوكي، برج سيكون صراحة يعني يوجد عندي برج الهوائي، البرج الهوائي، طاقة الهوائية، يوجد عندي الطاقة الرملية الترابية عفوا، يعني إما سيكون برج ترابي أو سيكون برج هوائي. و نعم فقط هذا هو. شغله مرة كويس، إنسان محترم، يخاف الله صراحة، يعني إنسان مرة مرة مرح، ما هو معقد. سيحصل بينكم حب وتوافق، شوفي سيحصل بينكم حب وتوافق، كارت الحب والتوافقات. انت حاليا تحسين بالوحدة، كانك تقولين متى سيتقدم لي هذا الشخص. ان شاء الله اصبري شوي، كروتك تقول لك اصبري شوي، كل الكروت كل النصائح تقول لك بعد الصبر بيجي الفرج، وعندك هذا الشخص يكون في حياتك ان شاء الله. حاولي انك تطلبين المساعدة من غيرك من الناس، وبالعكس انا شايفة في خير بحول الله. خليني اشوف، أنا تقول لك الكارت لا تتوقفي عن حلمك ولا على إعطاء الثقة للأشخاص. شوف هنا هذه الكارت تقول لك أوكي، ترى هذه اللحظة الحلوة، سلمومو إيديال، يعني هذه اللحظة المناسبة عشان لا أنك ما تتوقفي عن حلمك، وهذا تحقيق الحلم موجود إن شاء الله. بالعكس في خير في هذه العلاقة اللي راح تجي إن شاء الله في الأوقات الجاية. تمام، الكارت عطتني وقت مفتوح، يعني أنه سيتقدم لك هذا الشخص بعد وقت، أو بعد يعني مهم بعد فترة بسيطة جدا. تمام، إما الكارت المشكلة عطتني أنه هو هذا الشخص موجود في حياتك أو دخل حياتك شهر 7. أنتم اكتبوا في التعليق، أنا متأكدة أنه في نسبة كبيرة من الناس دخل لحياتهم هذا الشخص من شهر 7 أو من 2017 أو شيء من هذا الموضوع، ما أدري بالضبط. شغلة يعيش برا، يعيش برا دايما، إنسان يسافر كثير أو يحب التنقل كثير بالسيارة، أو شغلة يعني فيه تنقلات بالسيارة، ما أدري إيش هو بالضبط، يقدر يكون تجارة ولكن من خلال التنقلات بين المحافظات. شايفة إنه إنسان كويس محترم، وعطيتكم الأبراج والعمر، يعني قلت لك لا يتجاوز عمره أكثر منك بخمس أو سنوات، بخمس أعمار. وأشوف أنه صراحة يعني في عندكم زواج، في عندكم بروميس، في عندكم وعد. الحزن اللي عندك والإحساس بالوحدة أو الإحساس أنه أنت إنسانة على قولتهم إنسانة عانسة، حبيبتي ترى
ما هو مشكلة، نصيبك جايك جايك من الأخير. ترى في ناس يتزوجون مبكر بس بعدين ينصدمون، وفي ناس تتزوج متأخر بس أحيانا يعني يصيبون في، سبحان الله، ربما عمرك المتقدم هذا يخليك تنتقين الشخص المناسب وتختارين الشخص المناسب. أنت إنسانة ذكية وستحققين إن شاء الله، يعني ستكون بدايتك مع هذا الشخص بداية موفقة، سيحصل فيها التوافق، وسيكون عندك إن شاء الله ارتباط في غضون العشر أوقات، ورح نسمع عنك كل الأخبار الحلوة، تمام؟ يعني هذا الشخص سيكون موجود في حياتك وإن شاء الله خير، أوكي؟ يعني هذه كانت بصراحة اللي أنا أعطيكم الشيء. احيانا مثلا اتقيد انا بعنوان فيديو وتطلع لي طاقة ثانية، فما اقدر اغيرها لانه هذه الطاقة نزلت لي وقلتها لكم. في احيانا ربما مثلا قراءة ثانية تكون مدققة اكثر بما من ناحية المواصفات، ما تعرف يعني، ما نعرف، بس رح نشوف احنا الموضوع. وهذه كانت القراءة نمبر 1. لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأنا أحبكم، دمتم في أمان الله. سننتقل إلى القراءة رقم 2، قراءة السبحة البنفسجية، تمام؟ هذه السبحة، خلينا نشوف هذه كروت السبحة البنفسجية. خلينا نعرف حالك وأحوالك ومواصفات شريكك المستقبلي بالكارت المغربي. لا تنسى الاشتراك، تفعيل زر الجرس والانستغرام، وللقراءة خاصة يتواصل مع صندوس للحجز والاستفسار. وهلا ومسهلا بالجميع. خلينا نفتح كل الكروت ويتم قراءتها بالكارت كما عودتكم يعني حتى في القراءات الخاصة. طيب هذا الشخص موجود، مو موجود هو حاليا، لكن راح يكون موجود بحول الله في غضون الوقتين. هذا الشخص سيدخل لحياتك في غضون الوقتين، يعني بعد يومين، بعد اسبوعين، بعد شهرين سيدخل لحياتك هذا الشخص، تمام؟ وهنا الوقت، هنا الوقت، اعطاني الوقت، نفس الشيء اعطاني تأكيد للوقت انه عندك. شوفي كم من مرة نزلت معاي الاوقات، يعني كأنها مؤكدة انه سيدخل لحياتك هذا الشخص بعد وقتين، تمام؟ سيكون هذا الرجل اكبر منك بصراحة، يعني اما سيكون من مواليد شهر 11، يعني سيكون مواليد برج العقرب او برج الميزان، تمام؟ هذا الشخص شايفته اكبر منك اما بخمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ثمانية سنين، أو 5 شهور، 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور. المهم إنه بالنسبة للفارق بالعمر شايفة إنه كويس، بالعكس يعني فارق العمر مرة جيد، حلو، ما في فارق أصلاً بالعمر. سيكون هذا الشخص أعزب، لم يسبق له الارتباط، مسافر أو ربما مسافر، أو إنه هذا الرجل أصلاً من بلد ثاني. أتوقع إنه من بلد ثاني لأنه هنا الكارت تعطيني انه هذا الرجل من بلد اخر، يعني او من يعني اما من بلد اخر او انه هو من نفس بلدك ولكن مقيم برا. اشوف انه هذا الرجل قد تعرض للخيانات وعنده بعض الشكوك من النساء، او ربما لم يعد عندها ثقة في النساء، وستتجدد الثقة معك ان شاء الله، يعني سيتغير تفكيره بخصوص النساء، واشوف انه سيتواصل معك وسيفتح لك باب قلبه. ربما للبعض منكم هذا شخص موجود في حياتك، ولكن يعني خلينا نقول موانع السفر او ظروف السفر تخليه ما يجيكي، لكن عندها نية انه يصير بينكم مقابلات. شكلكم يعني الناس اللي ما لسه ما تعرفت على هذا الشخص، اقول لك انه لما تتعرفين عليه، هذا الرجل من بين مؤشرات مواصفات شريكك المستقبلي عايش برا، من جنسية ثانية أو من محافظة ثانية، أو يعني لهم عادات وتقاليد مختلفة، هناك فوارق من هذه الناحية. أبوه متوفي وأمه عايشة، أوكي؟ لم يسبق له الزواج ولا الارتباط،
وشايفة أنه سيفتح باب قلبه، وربما كانت عنده عقدة من النساء، ربما كان بصدد الزواج والارتباط، وبعدين سحبت عليه هذه البنت، فخلاص كأنه قرر أنه ما راح يرتبط مرة ثانية. تمام؟ في عندك بعض التعطيلات في أمورك أنت، الكروت هنا بتعطيني أنه عندك عكوسات، ربما يحتاج لك فتح قسم التنصيب، تسير أمورك، تحصينك من العين من الحسد، والالتزام بالسر والكتمان، عشان حبيبتي يعني ترى إذا قلتي شيء ما يتم، ما يتم نهائيا. عندك الحب، الحب قادم لك إن شاء الله مع هذا الرجل اللي راح يتقدم لك بعد وقتين، وراح يصير بكم تواصل بعد وقتين. أشوف أنه راح يحكي لك الشخص هذا، كيف راح تعرفيه؟ راح يحكي لك عن تجربته السابقة، راح يحكي لك انه انا يعني ربما خسرت فلوسي ولم تتم اموري، ربما انا كنت ابغى اتزوج ولم اتوفق، ربما انا هذه البنت سحبت علي. بس اغلى يعني اقرب شيء راح يقول لك البنت هذه سحبت علي بعد ما انا كنت راح اتزوجها، فما عاد عندي ثقة في احد. يعني بداية علاقتكم سيكون فيها الحديث عن خيبة الامل اللي عاشها، او ربما حتى انت بعد عشتي خيبة امل، لكن سبحان الله ربما خيبات الأمل الموجودة ما بينكم والقاسم المشترك هذا اللي راح يخليكم تتقربون البعض أكثر. طيب سيحصل بينكم لقاء إن شاء الله بعد 4 أوقات، ربما بعد 4 أسابيع، ربما بعد 4 أيام، ربما بعد 4 أشهر. المهم سيحصل بينكم وبين هذا الشخص لقاء. شايفة أبوه متوفي، أمه يعني عايشة، وشايفة إنه هو يعني معتمد على نفسه، إنسان مسؤول. راح يحكي لك إنه أنا مسؤول عن عائلتي، إنه أنا إنسان يعني منذ أن توفى أبي وأنا يعني مسؤولة على نفسي. شفتي كيف الكارت حتى الكروت الذهبية تعطيكي بعد وقتين. حبيبتي عندها أختين لسه ما تزوجوا، رح يحكي لك هذا الموضوع. هذا الرجل مسؤول على بيت أهله، تمام؟ فعنده أمه واثنين إخواته، ربما هو المسؤول عليهم، ربما هو الأخ الوحيد اللي في البيت، ربما أبوه معتمد عليه من بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه أنا شايفة أنه هو مسؤول إنسان، صدقيني يعني تقدري حتى تعتمدين عليه، هو زوج كويس، سيكون زوج كويس. في عنده واحدة لم يسبق لها الزواج، أخته لم يسبق لها الزواج، والأخرى مطلقة أو منفصلة. يعني صراحة أنا أحب أقول لك لما يزوج إخواته تقدري أنك تتزوجيه، لأنه في هذه الحالة إذا أنت دخلت على إخواته ربما يحصل بينكم خلينا نقول يعني خصام هوشة كذا. يعني شوفي دائما الكروت تعطيني بعد وقتين، كأنها تأكيد أنه فيك عندك الخير بعد وقتين. عندك بعد اسمعي شهر 2 و9 و8 مباركين عليك إن شاء الله من بعد تعرفك على هذا الشخص. شوفي بالله بعد وقتين مرة ثانية. عندك بعد شهر 4، عندك بعد 4 أوقات، في شيء قادم في طريقه لك. خلينا نشوف هذا، أعطيتك أنا كم العمر، خلينا نشوف البرج، إيش هو برجه. إنسان ذكي معتمد على نفسه، إنسان عصامي، أشوف إنه هو إنسان كويس صراحة، إنسان طيب جدا. أيوة يبغى يأسس بيت، يبغى يبني بيت، يبغى أسرة، يبغى حياة، يبغى أمور زواج. سيتم التعرف على هذا الشخص عن طريق صدفة. نعم شوفي كارت الحب، كارت الحب وكارت الورد، كارت الحب وكارت الورد اثنيناتهم، يعني انه هذا الشخص سيكون انسان كويس معك، بالعكس يعني انسان مرة كويس محترم. وكذلك
شايفة انه انت وردة مفتحة، ان شاء الله راح تفتح قسمة نصيبك مع هذا الشخص وستفتحين قلبك مع هذا الشخص. انت وردة مفتوحة وانت قلبك مفتوح لهذا الرجل، سترتاحين له بطريقة غريبة جدا. ستتعرفين على هذا الشخص عن طريق الصدفة او عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق وساطة، المهم في واسطة في الموضوع. يقدر يكون الواسطة عن طريق السوشيال ميديا او الواسطة عن طريق يعني ايش اسمه هذا السوشيال ميديا او صدفة في الشارع ولا ما تدرين، بس هنا في صدفة راح تجمع حبيبين البعض. واقول لك واعيد مرة ثانية انه هذا الشخص ليس من نفس البلد، بل هو من بلد ثاني او ربما يقطن في بلد ثاني. نفس الشيء اعطاكي وقت، خلينا نشوف الاوقات متى. شوف الاوقات. اوكي سبحان الله، انا نفس الكروت طلعت معي من نفس النصيحة الموجودة باول الفيديو او السحب الاول. هنا تقول لك حاولي انك تفهمي على بيئة هذا الشخص، لانه في فوارق، مرة فوارق، ولكن القلب رغم الفوارق الموجودة ولكن راح يحصل توافق. هنا تقول لك الكارت انت في حياتك عندك تردد كثير، ولكن ان شاء الله ما راح تترددين مع هذا الشخص، بالعكس راح تكوني انسانة مرة واضحة وتستمعين الى العقل والقلب في نفس الوقت. هنا تقول لك الكارت في الايام القليلة القادمة او في الاشهر القليلة القادمة او في المستقبل القريب سيكون هناك روابط روحية مع هذا الشخص لما يتم التعرف عليه، وسيكون هناك حب وانجذاب، وسيكون هناك يعني نقاط مشتركة بينك وبينه الصراحة. شوفي راح تلبسين الدرس الأبيض، حول الله ستلبسين الدرس الأبيض، خليني أقرب لك الصورة. ستلبسين الدرس الأبيض، سيكون عندك ورد ما شاء الله، وردة مفتحة كما قلنا لك بأول القراءة. شوفي هذا هو الشخص اللي راح يجيكي، أوكي هذا هو الفارس المغوار، ترى هذا هو الشخص اللي راح يتقدم لك. أوكي طيب خليني اشوف البرج لانه لسه ما طلع معي الابراج، بس راح نفتح الكروت ونشوف، ناخذ بقيه الكروت ونشوف بعد ايش برج هذا الشخص. اوكي برج القوس، والله برج القوس في الابراج اللي نزلت معانا، هذا برج العذراء، سيكون اما برج العذراء ولا برج الميزان ولا برج القوس. اوكي اما برج العذراء او القوس او الميزان، تمام. خلينا نشوف شغل هذا الرجل، لانه صراحة ما يعني ما طلع معي شغله، خلينا نشوف ايش يشتغل. ستنزل ان شاء الله، يعني ما ادري متى بس ستنزل، ما احب اعدكم انا عشان انا اذا اوعد اخلف صراحة، يعني خصوصي في القناة في القناة اذا اقول انا راح اسوي هذا الشيء اليوم ما يتم. ليه؟ تجيني مثلا حجوزات، يجوني ناس يكلموني، يعني سبحان الله. بس راح تنزل قراءة الفنجان، معرفة وجه هذا الشخص ومواصفاته الشكلية. اوكي خلينا نشوف شغل هذا الرجل، ولا شوفي شغله امور بزنس، ويشتغل الحالة، فاتح مشروع الحالة حبيبتي، هذا رجل فاتح مشروع الحالة، يشتغل بنفسه، انسان عصامي معتمد على حاله، يشتغل بنفسه ويقدر يشتغل باكثر من وظيفتين، يعني يقدر يكون مثلا يشتغل في شيء ما ادري انا، شيء حكومي او شيء مع ربما يعني مشروع الحالة ومشروع مع الناس شراكة، المهم انه عنده شغلتين، والمشروع الثالث اللي يبغى يسويه هو مشروع الزواج، فراح يوضح لك كامل التفاصيل في البداية وراح يحصل توافق ان شاء الله، وسنفرح بكم ونسمع عنكم بالعكس كل الاخبار الحلوة. اوكي طيب يا احبابي يا حلوين، كانت هذه كل القراءات للمجموعة الاولى والمجموعة الثانية،
سنسمع الأخبار الحلوة، ستلتقين بهذا الشخص وستتعرفين عليه عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق وساطة أو عن طريق يعني ما أدري أنا أحد من المهم ليس من أهلك وليس من عائلتك وليس من محافظتك، ويوجد بينكم فروقات. ورغم ذلك العمر مناسب والمدري أنت إيش برجك، بس حتى يعني كأبراج أشوف في توافق بينكم وإن شاء الله خير. يعني نسمع عنكم كل الأخبار الحلوة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هلا ومسهلا بالجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.